رحلتنا الفنية ستأخذنا مباشرة إلى الإمارات مع هذا الفنان اللي على امتداد تقريبا أكثر من 20 عام من العطاء في المجال الفني. 20 عام يعني مش أنه كبير في العمر، لكن بدأ وهو طفل يعني يغني، بدأ وشق طريقه يعني بثبات حتى وصل إلى الحرفية التامة. هذا الفنان معطاء جدا، يبحث دائما عن التجديد، خاصة نعرف أنه الفن يعني ألوان وأشكال، وهو يتماشى طبعا لونه مع كل وقت حالي والوقت أيضا إن شاء الله اللي جاي. فهد نوري من الفنانين العراقيين القلائل اللي تحسوا يعني مجتهد جدا، وخاصة حتى على نطاق العلائقي مع مجمل الفنانين أو الملحلين أو الموزعين، علاقاته جد ممتازة. ليلة معنا في سهر الليالي. فهد مساء النور. مساء الأنوار حبيبي، أشكرك على هذا التقديم الحلو الرائع جدا استاذ الغالي، ربي يحفظك ويحفظ شعب تونس، وما أعرف شو أنا أعبر عن كلامي، على الكلام الجميل اللي سمعته. يعيشك الله يخليك. طيب. احنا سعداء انك تكون معنا لاول مره في اذاعه تطاوين كلقاء حصري الليله، وطبعا نستعرضوا مع بعضنا هال 20 عام او الاكثر من 20 عام في التجربه الفنيه والتجول ما بين العراق، ما بين ايضا الامارات وايضا الدول الاخرى اللي زرتها. في رصيدك مجموعه كبيره من الاغاني واغلبها مصوره عن طريق الفيديو كليب كصوره حديثه جميله. سمعنا الأغنية الأولى اللي هي ضربت ما شاء الله ملايين الملايين عدد المشاهدات، وكانت أيضا مراهنة من عندك، مراهنة من المخرج، مراهنة من الفريق الكل على نجاح الأغنية هذه حتى تنضاف إلى النجاحات السابقة، تنضاف لو عندي حظ، تنضاف أيضا إلى المواويل، يعني أبدعت في المواويل العراقية اللي الحمد لله، وحتى في كل حفلة يطلبوا منك موال، مش بغريب على فهد نوري. الحمد لله وشكرا، يعني فضل الله وفضل هاي الناس الطيبة والمستمعين وخلاني أوصل هاي المرحلة. قلت لك أنا عانيت، إحنا سبق وسولفنا قبل البرنامج بعدة أيام، أنا عانيت قلت لك يعني من بداياتي من أيام صعوبة حسيت بها، إن تعرف الفنان أول ما يدخل الفن مو أي واحد يستقبله، يعني صير عنده يعني معاقات بالحفلات مثلا بالاغاني، او الناس ما تستقبل. انا اقول هذا فنان، يقول لا انت مو فنان، انت بعدك صغير. فانا عندي امكانيه، انا عندي ما ادري شنو، عندي هواي امور، اعزف اله العود وانا عمري 11 سنه استاذ، عرفت ما شاء الله، يعني 11 سنه اعزف اله العود واعزف اورج واعزف قانون واعزف كمان، ماكو اله موسيقية ما اعزفها. فقلت لك عانيت بالبداية إلى أن ما شاء الله حققت اللي أريده، بس بعدني أنا ما وصل الشيء، الهدف اللي بحقق اللي ببالي ما وصل له. أنا بعد أقول نعم. أنا شنو أقدم أنا بعدني يعني ما وصل الهدف مثل. لكن شوف راهو النجاح ما يجيش إلا بعد تعب وتضحية كبيرة 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 من الفنان. عطيت برشا وعلى هذايا حاليا قاعد تحصد في هكا اللي عطيته وفي هذاك التعب. خلي باش نسمعها من جديدك حصريا الليله في سهر الليالي، وبعدها باش نعقب عليها الاغنيه هذه تحديدا. يلا مباشره اذاعه التطاوين تسمع من تحكي عليك. هذه جديد حصريا طبعا وهابطه عندها ساعات. انا نقول ايه صح، خلينا نعطوها حقها الاغنيه هذه، الملحن الموزع الشاعر المخرج. حبيبي هاي الأغنية تقريبا صار لها يمكن 3 ساعات أو أقل من نزلت على القناة على اليوتيوب، يعني ما صار لها هواي. هاي الأغنية آخر عمل لي يعني أنجزته، تعرف أنت هسه إحنا بحالة وباء، ويا ربي يروح هذا الوباء من كل العالم. أمين أمين يا رب العالمين، من كل العالم وترجع الحياة، لأن هذا هم سبب مشاكل هواي مو بس للفنان، بكل الوسائل. يعني انا بالنسبه لي عن الفن والموسيقى احكي لك، هذا الوباء سبب له مشاكل، بحيث ان انا هاي الاغنيه مسجلها تقريبا صار لي سنه بس ما نزلت. وعليش اخترت الوقت هذا تحديدا انك تنزل فيه الاغنيه؟ لان ما عندي وقت بعد خلاص، يعني انت ما تشوف الفنانين بصوره عامه وخلينا على العراقيين، يعني فنانين العراقيين ما شاء الله كل اسبوع اغنيتين، كل 10 ايام اغنيه،
بالشهر نزل 3 اغاني 4 اغاني، صار ماكو مجال، فانجبرت ان انزل هذا العمل. هذا العمل من الحان الملحن والموزع عمار العاني، وانتاج ياسر العاني، وكلمات الشاعر المبدع حامد غرباوي. يعني تحياتنا ليهم الكل. اي يعني ذكرت لك هاي الاسماء، هم مشتغلين ويا عده نجوم يعني عراقيين وعرب. شو رايك؟ هاك بديت تتسلطن شوية حتى من خلال الكلام، خلنا نسمعوا الليلة لايف معاك. شو تسمعنا مباشرة عبر إذاعة تطاوين يا فهد؟ أنت شنو عاجبك؟ والله خذني، نحبك تاخذنا هيك بدون تذكرة طيران إلى العراق. حاضر حاضر حاضر. عايشك. لا 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 تهمنوا عيب وعيب يدري ما تهمن، تهمني تهمني تهمنوا عيب يدري ما تهمن، وشجاعتن يا اجدامي شجاعتن يا شجاعتن يا اجدامي ما تهمن ما تهمن ما تهمن، ترى العراق بالعالم، ترى العراق ترى العراق بالعالم العالم ما تهمن ما تهمن، وانا الهم يراقب ضال ضال بيا. هاي من الموالات العراقية الريفية، الريفية اللي هو أصعب الريفية لون. هذا الموال اللي غنيت لك إياه، أن اللون الريفي. أي. اللون الريفي يمكن أغلب الناس ما تعرفه، بس العراق في لون الريفي كلش من الأطوار الصعبة، يعني مو أي مطرب يجيده. هذا هو يعني حتى في فنانين يقولونها، فما فنانين فما بعض أيضا حتى من النجوم المعروفين العراقيين وصعب عليهم أن يؤدوا هذا اللون. فما ناس تمتاز فيه، فما ناس أبدعوا فيه، من بينهم فهد نوري، يعطيك الصحة الله يسلم هالصوت يا فهد. لا لا عدنا، مو بس فهد نوري ما شاء الله، فما برشا أسماء تقول عدة أسماء تقول هذا اللون، بس قلت لك صعب فقليل اللي يقولونه. يعني اسماء عندنا بس قليل يقولون هذا اللون، لان لون صعب ريفي ما له اهوار وارياف، ومو يعني اجواء غير اجواء هذه اللي احنا بيها، ومو اي واحد يفهمه بسرعه، يعني المتلقي او المستمع ما يفهم هذا. اكو ناس يقول هذا جاي يغني او قاعد يقول، بس احنا نقول هذا تراثنا ولون اهلنا القدامه والمناطق الريفيه. هذا هو فهد. عندك حظ في الحياه والا لا؟ والله شوف، هو كل شيء بفضل رب العالمين ونعم بالله. اي ونعم بالله. يعني هو انا والان يعني كنت اقول كلمه الحظ، ما يعني ما احسب الاحساب او اقول مثلا شيء عادي، بس هي فعلا هو الحظ موجود وموجود بنفس الوقت. بالاخر رب العالمين اللي كاتب لك اياها هو لك، يصير ما يصير ما يصير. ما انا يعني كلمه حظ اشوفها يعني لا شيء بالنسبه لي. يعني به ما خلينا نسمع وتسمع انت ايضا معايا. لو عندي حظ ونشوف الحظ اليوم. اذاعه التطاوين تسمع من تحكي عليك. وهذا بإمضاء الفنان العراقي فهد نوري الليلة اللي معانا في سهر الليالي. فهد يعني الفن يعيشك. الفنان اللي يكون ناجح واللي يغني كل الألوان، يعني فهد ما هوش مرتبط بلون معين، حتى أنك تأدي الريفي ولا تأدي الهيوة ولا غيرها، الألوان العراقية الكل، إضافة أيضا الألوان العراقية تغني شرقي ما شاء الله. تونسي ما زلت شوية، حتى جسيت النبض شوية في الكواليس، ما زال تونسي على مغرب على الجزائر شوية
شوف شوف، انا مو بس انا، الفنان اها لازم يكون الفنان، يعني بتقول انت تطلق كلمة الفنان لازم يكون متكامل، لازم يغني جميع الالوان، لازم يجيد الاغاني العربية باكملها، لازم يجيد هو العراقي اذا كان مطرب عراقي. انا كفهد نور المفروض عقليه ان انا مو اغني بس اللون الشبابي، لان في يوم من الايام ممكن انا احضر حفله وفي ناس تطلب من عندي او تحرجني في اغاني الريفيه مثلا او اغاني القديمه التراث العراقي، فصعب ان انا اكون ما حافظه او اكون حتى لو حافظ شيء بسيط حتى ما افشل او اخجل امام هاي الناس. فما يصير المطرب او الفنان يغني بس الاغنيه اللي حاب هو او اللي حافظها، او حاليا احنا جيل الشباب الاغاني السريعه، يعني الاغنيه كلها ما تروح كلها 4 بارات، يعني احنا نسميها بالموسيقى 4 بارات، يعني اللحن نفسه اي 4 دقائق او 3 دقائق هو نفس اللحن بس الكلام يعني تغير. وهذا المواضيع انا ما اؤمن بهذا الموضوع. هذا هو. خلينا نزيد ونسمع صوتك لايف الليله معانا مباشره في سهر الليالي. شنو تسمع؟ اعطيني من اصعب الاغاني السهل هذا الليله باش نبعده عليه شويه، من اصعب الاغاني اداء شنو تسمعنا؟ يعني من اغاني، لو تدنا اي اغاني اغني لك كما شئت، لك الاختيار. اما اعطيني اغنيه صعبه الاداء. اوكي. لا 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 يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا قلت سل عن المحبوب قلت بمن قالوا تسل عن المحبوب قلت بمن فكيف التسلي وبالأحشاء نيران كيف تسلي وبالأحشاء نيران يا ليل إن التسلي إن التسلي حرام إن التسلي حرام في مذاهبنا فشارب الخمر من أصحاب هذا سكر يديه وشارب الحب ويبقى طول الدار سكران يا ليل يا 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 ليل كذاب دولبني الواكيت بمحبيتك كذاب روح تمرمرات من عشريتك كذاب وتريد اريد نوب لك لا ما أريد وكل شي انقضى لو صرت بس انت الديوة لا 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 ما اريد وانسى الموضة كذاب كذاب. انا اسف طولت عليكم. بالعكس والصوت لان صوتي ما مفتوح صار لنا اشهر ما مغنين وماكو تمرين. لا لا ربي يخلي هالصوت يا فهد، لا يعطيك الصحة. حبيبي انا غنيت لك اغنيه من الملحنين الاساتذه الكبار عندنا، الاستاذ طالب القرغولي طبعا. الحان هذه، وهي يعني الفنان ياس خضر طبعا. معروف اي اكيد خضر اللي كان معنا ايضا في احدى الحلقات عبر اذاعه مقام تطاوين. مقام مقام
اي مقام السيجا يعني شوي صعب بانتقالات الموال، الانتقالات يعني هاي شوي من الصعوبة عند من الفنان طبقة الكوري. لطبقة، هي صعيبة. علاش أنا أكيد أكيد اخترت الصعب الليلة معاك؟ بما أنه هذا الصوت حبيبي تحب حبيبي الناس يسمعوه في حبيبي سهر والله الليالي. فهد يعني من الفنانين القلائل جدا اللي ما عندكش قناة خاصة على اليوتيوب، رغم أنه أغانيك مهبطينها يعني على مختلف القنوات، 51 مليون، 19 مليون، 13 مليون عدد المشاهدات، 4 الحمد كذا، لله. كلها بالملايين يعني أغانيك، يعني أغلبها الكل. لكن أنت إلى حد الآن ما عندكش قناة خاصة على اليوتيوب، علاش؟ انا اقول لك حبيبي مجيد، انت تعرف انت اكيد علاقتك بالفنانين وحسب عملك، فصار عندك احتكاك بالفنانين تقريبا، عرفوا الفنان من شنو يعاني ومن شنو يستفيد، صح لاني غلطان؟ الوضع اللي احنا بيه صعب جدا صعب. ليش؟ انا ما اعتبره هذا فن حاليا يعني انا ما اسوي اعم الكل، لا، في جزء اعتبره انه مافيات، اعتبره عصابات، اعتبره استغلال الفنان، اعتبره استغلال حتى للفن بصوره عامه. يعني مع الاسف احنا وصلنا حال ان الفن صار تجاره، صار تجاره مو رساله. انا اللي اعرفه واللي عرفت عن اساتذتي وعن الناس وعنها ان الفن رساله، ان الممثل يوصل رساله بتمثيله، والملحن يوصل حاله يعني هم كرساله، او الفنان المطرب هم رساله. فهذا احنا وقتنا حاليا لا، مو رساله، صار الموضوع عباره عن ما راح يكون له مجموعه يخليها عندها معاها مثلا 20 فنان او 50 فنان. فنان هذا انا قاعد اقول له حرام اقول عليه فنان، تدري ليش؟ لان هو شخص لا دارس موسيقى ولا فنان ولا اعزف آلة ولا يعرف الصول من الري من الدو من السلم الموسيقي من المقامات، يجي على شكل او عنده معاه يعني كم فلس زين يعطي حق المنتج او المخرج او ملحن، صارت الاغنيه. هذه الاغنيه ربك يعني وفقها خلال 7 ايام او 8 ايام وصلت للعالم العربي. للاسف يعني خلوا المتلقي يتغير، يعني كان المستمع يسمع المفرده الصحيحه، اللحن الصحيح، الاغنيه الحلوه اللي تبقى سنين. هسه الاغنيه خلال اسبوع توصل 50 مليون، 60 مليون او 70 مليون زين، بس ماكو ما بها اي رساله او اي معنى، مجرد بس ايقاع، مجرد رقص يعني. وهي والاطفال بعد هم اي اي يتعلموا على هذا، الطفل اللي تغني له اغنيه حلوه ما يريد يغني بها ايقاع. ما يعني هذا وصلنا هو مرحله. الفن التجاري اللي وصلنا له يعني فترة هذه. انا دخلت لك موضوع يعني صار طويل على مود قناه اليوتيوب. فسويت قناه يوتيوب، انا اجت شركه انتاج، انا ما عندي ام ركب، سووا لي عقد تزوير ان انا موقع وياهم، وانا لا موقع بصمه ولا مبصم ولا موقع. هذه الشركه ضربت قناه اليوتيوب مالتي اول ما فتحتها. يا لطيف، اول حاجه. اي والله العظيم، شوف انا شو عملت معاهم. رحت لهم عشان قلت لهم انتم ليش سويتوا؟ عشان يقولوا احنا نعقد ياك. شفت ايش حسبانهم؟ انا حسبانهم يعني ان انا من هالفنانين الشباب اللي عندهم، اللي يخافون من عندهم يعني، اللي يحسبون لهم حساب. قلت لهم انا اي عقد ما عندي وانا راح اقدم شكوى عليكم. والله رحت خليت محامي، قال المحامي تدري هذا العقد شو تسوي به انت؟ قال تسكر كل قنواتهم وتاخذ حقوقك وذبهم بالسجن. قلت له لا، انا ايش وضع؟ ما اريد مهما كان اكو هاي الناس بيني وبينهم زاد وملح وطبه وطلعه وعمل واعمال واخوه، هم غلطوا بحقه انا ما ارد اغلط بحقهم. زين خليهم هم الله يتجازون. اي فهسه بالجديد ان شاء الله راح افتح قناه يعني انتهيت من قصه الشركه هذه، انتهت ومشت على روحها. انا ما عندي عقد، ما عندي عقد اي شركه انا. لا الموضوع يعني الموضوع اصلا أي يعني الموضوع. انتهى. اي خلصته اللي تبدأ وصار مرحلة زعل أخرى، رجعنا. مرحلة جديدة، مرحلة إنشاء يعني قناة رسمية خاصة بك أنت، تنزل فيها أنا أعمالك. بس أنا أسوي قناة رسمية، بس أنا قلت لك إذا يجينا عمل من شركة إنتاج عمل حلو، كلام، لحن، أغنية، أنا قاعد أتكلم عن نفسي، ممكن المستمعين يقولوا هذا وايد يتكلم عن نفسي. لا، أنا غنيت أغاني خفيفة وغنيت أغاني الليل وغنيت اغاني مال الشباب هاي الطايشه، بس انجبرت انه لازم اواكب هذا هاي هاي هاي
الاغاني وهذا الجمهور، حتى لا انسي، حتى لا اكون من المطربين اللي مع كل اسف بس اعتبره الفنان اللي يغني اغاني حلوه واغاني مثل اغاني جيل السبعينات والستينات، وهذا يعتبره فنان فاشل للاسف في المسار الفني يعني. هذا هو، خلي نسمعك بس يعني وتسمع، اسمع شنو رايك، اسمع واستمتع معاي الليله. دخلت غرق يا صاحب وانا بيها، اذا رقص السرور يصير لي ثار على الساعة، 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 ترجعي تما يعني ثار على الساعة، ترجعي تما يعني محيرني ساعة كأنك تودعني وساعات بغياب الشمس ملهوف ومضيعني، محيرني ساعات الصوم شو كأنك تودعني وساعات بغياب الشمس ملهوف الوفا، بس تعال لو جيت شفوفنا حنيها قلوبنا ما تنسى همكم هلبة ننسيها، الله 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 على فهد نوري الليله. هذه من احدى حفلاتك يعني؟ اي هاي من حفلاتي ميكس يعني، انا قلت لك حتى الحفلات اغني اغاني يعني سلو او اغاني قديمه، هذه الاغنيه الاولى غنيتها ثار على ساعه من اغاني من روائع الكبير الاستاذ سعدون جابر. تحياتنا لي سعدون، تحياتنا لي. والاغنيه الثانيه عملت ميكس، والاغنيه الثانيه بس تعالوا أغنية الفنان كريم منصور، تحياتنا لله. طبعا تحياتنا الكريم وحميد وكل المطربين الكبار، كل المطربين الواحد أساتذتي هم. أي يعطيك الصحة، شفت الواحد كيف حتى لحظات الاعتراف جميلة جدا. على هذايا جريتني للسؤال اللي بعده يعني، حسيتك في البداية من 20 عام أو أكثر شوية انطلقت وحدك، بعدها فما شكون هك اللي كان هو ممكن المحفز أو المشجع الفهد حتى يوصلك للمرحلة هذه، فما شكون دعمك ولا وحدك صدقا؟ أنا لا صدقا صدقا يعني، أنا بداياتي قلت لك من سنة 98، أنا مواليدي 1985. أها شوف الفنان ويعطي تاريخ ميلاده. أي ب 1985 بديت بالفن عمر صغير مساندة أهلي يعني، الحمد لله كان والدي ووالدتي وأخوائي وعمامي وأخوالي والمنطقة اللي أنا بيها كلهم يعني ما حد عارضني، ما حد قال لا هذا لا تسوي هالموضوع، كلهم كانوا معايا يساعدوني. انتقلت لنقابة الفنانين مال البصرة او على من محافظة البصرة المنطقة الجنوبية العراق، اكيد تعرف عنها. ف شاركت في فرقة البصرة عدة مهرجان، منهم مهرجان بابل اللي مسرح كلش كبير خوف مرعب يعني، طبعا مهرجان كبير كبير جميع الفنانين العرب يعني يصعدون على المسرح من ضمن الاستاذ كاظم الساهر ومن من ضمنهم مطربين عرب والاستاذ حاتم العراق وغيره. فانا كنت صغير فقلت لك بداياتي شاركت المهرجانات، وبعدها ظلت مستمر بالغناء بس ما معروف. بعد 2005 في برنامج صار اسمه عراق ستار، في لجنة كلش قوية يعني كبيرة مثل الأستاذ طالب قرغولي، أستاذ كريم منصور، أستاذ محمد هادي، يعني لجنة قوية قوية وتخوف، محسن فرحان بعد كان فيها. هاي الأسماء ذكرت لك إياها هم ملحنين
الجيل الذهبي العراقي، مثلا اغاني السبعينيه. نعم اي، فانا الحمد لله فضل الله ان قدمت هذا الشيء واخذت الاول على العراق بهذا البرنامج، وكان البرنامج متابع بالعراق من شمال العراق الى جنوبه. ليش؟ لان كنا بوضع صار سنتين سقوط العراق، تعرف انت بالحرب العراقيه مع الامريكان، والعالم على طول حزن وشهداء وقتل وما اعرف شنو. فطلع هذا البرنامج بالتلفزيون رفه عن العالم، جبر الناس انه تتابع هذا البرنامج، انه شباب وكبار وصغار ونسوان نساء وهذه. فصرت معروف بالعراق، يعني امشي بالشارع العالم تعرفني، حكومه على ناس عاديين، على اطباء اداره حكوميه تعرفني، اطباء مستشفى يعرفوني، هذه رحمه من العالمين. بس بقيت انا مثابر، قلت هذا ما يكفي، هذا ما يكفيني. صار برنامج بالامارات اسمه نجوم الخليج، اللي بيه عبد الله بالخير، اي الاستاذ فتح الله احمد الموزع الموسيقار الكبير، في عارف جمن وهذا، والحمد لله فضل الله، والاستاذ فايز سعيد بعد كان موجود في اللجنه، هم الحمد لله وصلت الحال انعرفت خليجيه تقريبا. وبعدها هم ما سكتت، قلت لازم اثابر اوصل، اوصل للشيء اللي حتى لو انا الشيء اللي اريده ما اوصل له، المهم يعني اصل جزء من عنده. بفضل الله بقيت اسجل واصور، وعملت مع علي صابر بالبدايه، وتعاملت مع تحياتنا لعلي. تحياتنا له ابو طه الغالي. فقلت لك الحمد لله انه وصلت هاي المرحله، ان انا سانطلب حفلات جماهيريه، حفلات رسميه، حفلات خاصه، من غير عده هواي امور، يعني شركات انتاج تعرض علي اغاني. وهم اقول بعد لازم اقدم الشيء اللي اوصل له، بحيث تكون انا الاغنيه اللي اغنيها تبقى عمر، ما تبقى إن يوم شاء ويوم الله. وشهر وسنه. وهذا رهان الفنان أن الأغاني اللي قدمها هي اللي تبقى عايشة، وهي اللي تبقى في طبعا رصيده الجيل هذا وأجيال إن شاء الله قادمة. اي صحيح شنو هو اللي حبيبي. ناقص فهد نوري حتى يكون أنجح وأكبر في المجال الفني؟ شنو هو اللي ناقصك؟ اللي ناقصني شوف راح أقول إن شاء الله بصراحة، هو الإنسان لازم يتأنى، يعني يكون لا يستل، والطريق اللي يمشي بيه. انا مثلا خطأت بهذه الامور اللي مشيت بيها، انا خطأت اوكي انا اصلح غلطتي زين حتى اقدر اوصل للشيء اللي اريده، والانجاز اللي راح احققه ان شاء الله باذن الله ها بصوره صحيحه. فلازم يكون عندي تأني، ولازم يكون عندي طولة بال، لان احنا قلت لك حاليا بساحة قتال، مو فن، ساحة قتال. يعني توصل مرحلة ان انت مثلا، راح اوضح لك سالفة صارت معي من قبل كم يوم، وما راح اذكر اسم فنان. انا كانت عندي حفلة بالكويت، رحت قدمتها حفلة بالكويت، ففي ملحن سمعني اغنية، قال لي فهد هاي الاغنية لك، تجي تدخل صوتك عليها. قلت له ان شاء الله، قال بس انا صوتي مو حلو، هو الملحن راح اخلي فنان يدخل صوته حتى انت تحفظ الاغنية عن طريق هذا الفنان. اوكي مشي الحال وهذا الموضوع. انا بالكويت اجى الفنان دخل صوته على الاغنيه، عجبته الاغنيه، قال لي الملحن والموزع، قال له هاي الاغنيه اريدها، قال لي لا انا معطيني الفهد نوري، وفهد هسه حاليا بالكويت، قال لهم ماكو فهد، انا شلون اتواصل وياه واتكلم معاه بحيث مطي سعر الموزع والملحن اضعاف اللي انا مطيه لهم. تعرف يعني مش قلت القتال، يعني احنا سبحان ساحة الله قتال مط اضعاف اضعاف. والمشكله ان هذا الفنان صديقي وزاد وملح واهل، علاقه اهل مو بس شيء، يعني هو يعني علاقه عراقي، اهل عراقي عراقي منه بي، قلت لك علاقه اهل تربطنا علاقه عائليه. فانت من هذه الفقره وانت قيس، ونزل الاغنيه وصورها وسجلها، والله اول من بارك له انا، شلت التليفون قلت له مبروك ورب يوفقك ان شاء الله وتستاهل كل الخير. شوف كيفاش يعني انت تقول لي شلون توصل للانجاز، حقق انجاز، فانت مثل هاي الناس، مثل هاي شلون تحقق انجاز بسرعه من غير مشاكل، من غير تعب، من غير امور اخرى. ولازم الواحد يفرض نفسه ايضا، لان المجال هذا اذا ما أكيد كانتش فيه جرأة او ما أكيد كانتش فيه الشخصيه القويه للانسان حبيبي مجيد، انا هذا بالعكس انا اعتبر هذا الشيء يحفزني ويعطيني شجاعه اكثر ويخليني انجز احلى من اللي عمل اللي قدمونه هم ان مثلا. شاء الله
هاو هاو جميل كلامك وردك، كان أجمل ممكن أكيد من طبعا. الموقف تحديدا. إن شاء الله الفترة الجاية تكون أحسن. توا مازلنا نستمتع بالأغنية الجديدة، بعد حبيبي هالأغنية هذه شنو فما تحضير؟ أعطيني سكوب الليلة عبر إذاعة تطاوين، يعني أعطيني سكوب، خبر حصري من عندك. إن شاء الله عندي حاليا 9 أغاني جاهزين، بس قلت لك لأن الظروف اللي حكمتنا اللي خلتني ما أغنيهم كلهم كاملين، ومن الأغاني اللي يعني أنا جدا استمتعت بهن، يعني عندما سمعتهن استمتعت، وأغاني حلوة، وإن شاء الله بس هالأسبوع أو الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله أحاول أدخل صوتي عليهم إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله إن إن شاء شاء الله الله ويصلونا وقت ما يكونوا جاهزين، يصلونا وتبعثوا إن لنا شاء الله. أكيد ويسمعهم أكيد يعني الجمهور نكون بإذن على الله. تواصل. تحياتي يعيشك. لك وللكادر. خلي لك الكلمة اللي كنتها لمستمعي إذاعة تطاوين الفنان العراقي فهد نوري. تحياتي تحيات طبعا الكادر لإذاعة تطاوين، تحياتي لك أستاذ مجيد الغالي، وتحياتي وسلامي إلى أهلنا وأحبابنا وإخواننا، الشعب العريق، الشعب الطيب، الشعب التونسي، تحياتنا إلى زين، ويا ربي يبعد عنكم هذا الوباء، عنا أمين وعنكم، أمين وأشوفكم بأحسن حال، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، إن شاء الله، وإن شاء الله مزيد وتحياتي من لك التوفيق. يعطيك حبيبي الصحة يا فهد، بإذن شكرا، الله. الله حبيبي يخليك، شكرا، إن شاء الله ديما شكرا موفق شكرا وديما ناجح وديما تحياتي نتابع أخبارك أول بأول. شكرا لك.